أما هلأ خلينا ننتقل لأولى محطاتنا الصباحية لليوم مع الأستاذ هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين لنحكي أكثر عن نشاطات الناشرين السوريين وخصوصا المشاركة اليوم بمعرض الكتاب بإيران. لنحكي عن هي المشاركة، كم ناشر تم المشاركة بهذا المعرض، وعن النشاطات الثقافية للناشرين السوريين. معنا عبر الهاتف الأستاذ هيثم الحافظ رئيس اتحاد الناشرين السوريين. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك على شاشة الإخبارية. يسعد صباحك وصباح كل المواطنين السوريين في صباح الخير. نحن اليوم عم نحكي من إيران من معرض كتاب من طهران. أهلا وسهلا أستاذ، وكثير نحن فخورين بالمشاركات السورية خارج سوريا. خلينا نحكي بشكل عام عن المعرض وعن المشاركة السورية ضمن المعرض. طبعا معرض طهران يعتبر من المعارض الدولية المهمة جدا على صعيد المعارض الدولية التي تقام إن كانت في المنطقة أو في العالم. اليوم هو دورته 33. المشاركة السورية مشاركة دائما فاعلة. معرض طهران يعتبر من المعارض الدولية المدعومة التي فيها صالات للعرض وفيها صالات للبيع، مدعوم من الدولة أو من وزارة الثقافة الإيرانية بشكل مباشر، بحيث انه تبيع كتب للمواطن الايراني بحسومات عاليه، هي بتساعد المواطن على اقتناء هذه الكتب بتوفير بعض الامكانيات الماليه بتساعده بانه هي ترمم معه. يعتبر من المعارض اللي زوارها كثير كبيره، ربما في بعض الاحيان بنسمع انه تجاوز عدد الزوار المليون زائر في يوم واحد. معرض طهران يعتبر من المعارض اللي كمان تستقطب جمهور كتير كبير من الطلاب، طلاب العلم، يعني يعتبر معرض اختصاصي ومعرض كتير مهم إن كان على الساحة الدولية أو على ساحة المنطقة. أستاذ هيثم، خلينا نحكي عن عدد المشاركين للناشرين السوريين في المعرض، كم مشارك كان في المعرض اليوم؟ والله نحن اليوم عدد المشاركات السورية تقريبا أغلب دور النشر التي تعمل في التراث هي مشاركة. طبعا معرض طهران له خصوصية لا يقاس بالعدد بقدر ما يقاس بالكم. نحن اليوم بالنسبة لعدد دور النشر السورية اللي مشاركة، هي كل ما يعمل فيه إن كان التراث أو الكتاب المصحف الشريف أو كتب اللغة العربية، كله مشارك، إن كان عن طريق الأصالة أو عن طريق الوكالة. لكن مثلا هو ليس معرض لكتاب الطفل، مثلا معرض كتاب الطفل السوري غير متواجد، لأنه تعرفي موضوع اللغة وموضوع الفارق اللغوي بين سوريا وبين إيران بيجعل المشاركة لها خصوصية محددة، أو عرفت كيف. ومع ذلك المشاركة كتير كبيرة وكتير فاعلة، وبالأخص المشاركة على النشاطات الثقافية. تمام، حضرتك ذكرت أستاذ الأنشطة الثقافية، خلينا هيك نستفيد أكثر من وجودك، خبرنا أكثر عن الأنشطة الثقافية اللي رح تكون ضمن المعرض على هامش المعرض أكيد. والله انا يعني انا طالع تقريبا للمشاركه في النشاطات الثقافيه. تعرفين احنا عندنا شيء له علاقه بالقراءه، نحن ان كان الناشرين السوريين وان كان انا بصفه شخصيه عندي امور تتعلق بالقراءه، عندنا برنامج عن القراءه، فهن في عندنا عده ندوات تدعم القراءة وتحث على القراءة وترفع من سوية القراءة إن كان في المجتمع الإيراني، ونعطيهم بعض التجارب السورية اللي نحن سويناها في موضوع تعزيز القراءة ونطرحهم في هذا المجال. أنا كمان معي هذا العام رئيس اتحاد الكتاب العرب الدكتور محمد الحوراني، طالع أنا وياه، وهذا كمان إضافة أخرى على أنه نحن والكتاب والناشرين هذول بدهم يقدموا شيء
ويرفعوا من سوية الكتاب السوري ونبرز الكتابة السورية أو الإنتاج السوري الجيد. تمام. استاذ هيثم، خلينا نحكي اكثر عن اهميه المشاركه اليوم. يعني ذكرت خلال حديثك انه هي المشاركه هي الهدف، والناشرين السوريين طيله سنوات الحرب لم يتوقفوا، بالعكس كان في انتاج بشكل مستمر سنويا. اهميه اليوم المشاركه بهيدا المعرض، المشاركات الخارجيه للناشرين السوريين اهميتها قديش بتنعكس اليوم على انه استمرار عجله الحياه الثقافيه في سوريا وما توقف ابدا. هلا شوفي، نحن اذا بتتذكري، وانا هذا بدي اكد عليه على فكره مهم جدا، نحن ليس فقط معرض ايران صحيح اللي نحن بنشارك فيه، نحن بنشارك بكل المعارض العربيه. نحن انا على فكره انا راجع من ايران الخميس ومسافر السبت ابو ظبي، فمعناتها نحن مشاركين بمعرض بالمعارض العربيه، بمعرض الشارقه، بمعرض دبي، بمعرض ابو ظبي، بمعرض الرياض، لا بل اكثر من هيك، نحن كنا مشاركين في معرض فرانكفورت، نحن ما انقطعنا عن المعارض العربيه ولا الدوليه ابدا بكل الدول، حتى اذا تتذكري بمره من المرات عملتوا لي كمان مراسله كنت انا مشاركين بمعرض الصين. صحيح. حتى هذه المشاركات اللي هي خليني اقول المشاركات السوريه وعدم انقطاعنا على التواصل مع العالم الخارجي، رغم انه نحن في بعض الاحيان قيل انه نحن دولة حرب ولذلك هي الدول اللي فيها عندها حروب ما بتشارك. لا لا لا، نحن كنا كثير بارادتنا وبارادة الناشرين السوريين والابطال السوريين كنا عم نشارك وعم نتواجد، على انه نحن ثقافتنا ثقافة سلم، ثقافتنا ثقافة محبة، ثقافتنا ثقافة تلاقي. هي الحضارة السورية يلي نحن اليوم حتى نحن بنشكل نوع من أنواع الإشعاع الحضاري والثقافي يلي نحن لازم نبرزه لكل دول، إن كانت عربية وإن كانت غربية، بغض النظر نحن حتى من مواقفنا مع هذه الدول، نحن بهمنا نبرز ما نملكه نحن من إمكانيات ثقافية وعلمية وحضارية، ونعطي لهذا المعرض الواقع تاعنا ونحن شو صار معنا، ونحن كمان نقول لهم انه نحن يا جماعه دوله حضاريه صحيح تعنى بهذا الثقافه بهذه الرؤيه الحضاريه الثاقبه التي تجمع، التي دوما هدفها تجميع الناس وليس هدفها التفرقه. الكتاب السوري اليوم كتاب ناطق بالحرية، ناطق بالعدالة، ناطق بالسلام، ناطق بالمحبة، لكن كل ذلك بشكله الإيجابي ورؤيته الحضارية السورية اللي نحن فينا نقول في بعض الأحيان كنا نقول دائما إذا بتتذكري حكينا الكتاب الشامي، هذا الكتاب الشامي اللي بيرفع من سويته، هذا الكتاب الشامي اللي على فكرة صارت أغلب الناس تستقطبه. ليش؟ لأنه هو ما بينفر، هو هدف الكتاب هو التقريب بين المجتمعات. اليوم في خلافات حضارية متواجدة كان بهذا المجتمع أو المجتمعات الأخرى بهذا القرن أو بالقرون الأخرى، لكن الكتاب السوري والثقافة السورية يلي نحن بنينا منها تمام هدفها السلم والمحبة والتجمع، وهذا على فكرة دورنا نحن، دورنا نحن، نحن دورنا مثل دور يلي بيشتغل بالسياسة واللي بيشتغل بالجيش واللي بيشتغل بالاقتصاد، نحن دورنا دور اساسي، نحن ببناء هذا المجتمع. لذلك على فكره حتشوفونا بالقريب العاجل في ماليزيا، وحتشوفونا بالصين ان شاء الله، وحنتواصل نحن وياكي ونحن بالجزائر وبتونس وبالمغرب وبالرياض وبابو ظبي وبالاردن وبكل الدول، لانه نحن هدفنا بناء مجتمعنا بشكله الحضاري وبناء وايصال العلم والمعرفه الى كل المجتمعات العالمية والدول. أكيد أستاذ هيثم، دائما نحن التعويل الأكبر على المثقفين السوريين بنشر ثقافة سوريا خارج الوطن. أكيد بدنا نشكرك لكل المعلومات، وأكيد نتمنى لكم التوفيق، ومثل ما قلنا بالبداية نحن كثير فخورين بكل إنجاز سوري خارج سوريا. شكرا لحضرتك أستاذ هيثم. نتشكرك أكيد الأستاذ هيثم الحافظ، كان معنا عبر الهاتف رئيس اتحاد الناشرين السوريين لنحكي عن مشاركة الناشرين السوريين بمعرض الكتاب بطهران، ومثل ما ذكر في محطات أكيد ومشاركات قادمة على لائحة جدول الأعمال.